بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. تابع دراستنا في سفر أستير. أستير وكل شعب اليهود طلع أمر من الملك بختمه بسبب مؤامرة من هامان أنه يقتل كل شعب اليهود بعد 11 شهر. وعايز أقول نقطة في الأول تخليها في قلبك دايماً، مهما كان مؤامرات عدو الخير عليك، احنا بنؤمن ان الهنا هو ضابط الكل. عشان كده احنا محدش بيزعلنا لو حاجة وحشة حصلت لنا، يا اما احنا السبب فيها فنتوب، يا اما ان ربنا بيعملها لخير احنا مش شايفينه وبيحصل بعد كده. همان بيمثل الشيطان اللي بيحارب شعب ربنا، ومردخاي بيمثل المسيح اللي هو بيحافظ على كنيسته اللي هي أستير. بعد ما صاموا 3 أيام، عندنا في الإصحاح، احنا النهاردة هناخد الإصحاح الخامس. الإصحاح الخامس المقدمة بتاعته هي في التتمة الإصحاح الخمستاشر، يعني في آية واحدة في الإصحاح الخامس بيشرحها 16 آية في الإصحاح الخمستاشر، ونحط عليهم الإصحاح الخامس يطلع كل الإصحاح حوالي 29 آية اللي هو الإصحاح الخامس. احنا عرفنا قبل كده ان مردخاي نبه أستير ان مش كونها ملكة انها في مأمن من مؤامرة همان، لان احنا شفنا همان كان بيحب وشتي، ومع هذا لما رفضت تيجي عزلها كملكة. وإحنا بنؤمن أن الملك هو في يد الرب. في آية جميلة بتقول أن قلب الملك في يد الرب كجداول المياه يحركها كما شاء حيثما شاء. ودي نقطة مهمة وإحنا بناخدها في الكنيسة ونقول فوشية الرئيس تكلم في قلبه من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة للجامعة الرسولية. فهنا بيقولوا أمرها أن تدخل على الملك، ده مردخاي، وتتوسل إليه لأجل شعبها وأرضها. وقال أذكرك أيام مزلتك كيف نشأت على يدي، فإن همان ثنيان، يعني تاني واحد الملك قد تكلم فيه إهلاكنا. فدع الرب وكلم الملك في أمرنا وخلصينا من الموت. الثلاثة آيات دول الحقيقة مش موجودين في السبتوجنت، مش موجودين في السبعية، في السبعينية، بس بيبتدي بالإصحاح بالآية 4. الآية 4 بتقول إنها في اليوم الثالث، اليوم الثالث من الصوم، لما مردخاي عرف إن همان أدى خطط المؤامرة دي، أعلم في وسط كل اليهود بالذات اللي في شوشن إن هم يصوموا ويصلوا 3 أيام. فاكرين قانون حد الردة بتاع زمان ده اللي حضروا فيكو؟ كنيسة كانت بتصلي كل يوم قداسات من 5 إلى 7 بعد الظهر بحماس وبقوة وبنعمة كبيرة من ربنا. الصلاة بتعمل عمل كبير جدا بالذات لما تكون مصحوبة بالصوم. الصوم والصلاة يخرجان الشياطين، وعدوك هو الشيطان، فالصوم والصلاة هما اللي يقدروا يبعدوا أي شر من طريقك. هو دلوقتي هي عايزة تبتدي العمل، هي قدمت العمل الروحي، وده مبدأ تاني مهم يبقى في حياتنا، ان قبل ما نسعى نصلح اي حاجة او نحمي نفسنا في حاجة بفكرنا نصوم ونصلي الاول. ليه؟ لان انا كده بعمل اي عمل بعد كده بمعونة ربنا. لو انت ابتديت بالعمل وتشوف لو اتزنقت ترجع لربنا، يبقى انت بتعتمد على زراعك، وطبعا الاتكال على زراعة بشر، كتاب مقدس قال عليه كلام صعب. نزعت ثياب حددها، يعني هذه الملكة الشابة الصغيرة اللي كانت متنعمة بكل مال المخصصات الملكية، كانت في فترة الصوم في حالة انسحاق، لبست مسوح، وزي ما قرينا قبل كده خدت تراب وزبل حطته في رأسها وكانت بتنتف شعر رأسها، يعني كانت بأمانة شديدة وبلجاجة شديدة وبانسحاق شديد قدمت نفسها لربنا. اليوم الثالث دايما في الآباء بيمثل القيامة، عشان كده الوليمة اللي هتعملها أستير يسموها وليمة الصليب، اللي هيجي بعدها
الخلاص. يقول ولبست ملابس مجدها، لبست الثياب الملكية، هي ما تقدرش تخش، ممنوع انها تخش للملك بالمسوح. ودي بتمثل ان الكنيسة على الرغم انها متألمة في هذا العالم، ولكن هي تقف بمجد امام الله لانها منسوبة اليه، بيقول كنيستي وبيقول شعبي. ولما تبرجت ببزة الملك، تبرجت يعني لبست بقى كل على الحبل، لبست كل الملابس الملكية ببزة الملك، ببهاء الملك يعني بحضرة الملك الناتبة، ودعت مدبر ومخلص جميع الله، اتخذت لها جاريتين. يعني كونها انها ابتدت تلبس وتتزين، ده مش معناها انها بتتكل على زرع. يقول دعت مدبر ومخلص الجميع الله. احنا دايما في الكنيسة عندنا مبدأ الجهاد والنعمة، ان انت هي جهدت في الصلاة وفي الصوم، ودلوقتي هتجاهد في العمل مع الملك. اتخذت لها جاريتين فكانت تستند الى احداهما كأنها لم تكن تستطيع ان تستقل لكثرة طرفها ورخوصتها، والجارية الأخرى كانت تتبع مولاتها رافعة أذيالها المنسحبة على الأرض. من كتر اللبس اللي لبسته، عارفين العرايس أوقات اللي يلبسوا بقى جبونات ومش عارف إيه والطرح، وتبقى الدنيا هايصة كده، تبص تلاقي دايما محتاجين حد إيه يشيل لهم، اللي شايل أديلها. ودي طبعا من كتر تقل الحاجات بتاعتها اللي هي لبسها كانت بترتكز على حد، يعني كانت في جارية بتسندها. طبعا الاباء بيقولوا لنا ان دي رمز للانسان اللي داخل الى حضره الله، هو يجاهد بالروح وبالجسد. فالجسد يمثل الجاريه التي تحمل الديل اللي هو المؤخره بتاعه الانسان، يعني يقول له كده ايه، ان الجسد ده بيحملك عشان تمارس حياتك الروحيه، لكن الجاريه اللي قدام هي الروح اللي بتسعى الى الله. فنلاقي الجسد يخضع للروح، والروح والجسد يخضعان للروح القدس أو لله. فكان طبعا في بعض أباء دخلوا في حتة اللاهوت والناسوت بتاع المسيح، إن الروح الجارية الأولانية تمثل اللاهوت والجارية الثانية تمثل الناسوت، والاثنين عملوا من أجل الخلاص لدخول الكنيسة إلى الملك. خلي بالكوا إحنا بنتكلم على أستير ككنيسة، والملك هنا سيبكوا من أحشاويروش أبو شهوات، ده هي تدخل إلى حضرة ملك الملوك، خدين بالكم. فهي بيقرينا هنا إن المسيح بلاهوته وناسوته أدخلنا، لأنه أخلى ذاته أخذا شكل العبد، فيما هو ابن الله صار ابن الإنسان، وفيما هو ابن الإنسان كان هو أيضا ابن الله. عشان كده احنا بنسميه الإنكارنيتد لوجوس أو الكلمة المتجسد. انتم متخيلين بقى واحدة مش قادرة تمشي من كتر اللبس، وواحد سندها، واحدة سندها من قدام، واحدة سندها من ورا من كتر اللبس اللي هي لابساه. طبعا نتيجة الخوف دي حاجة معروفة، ان الواحد لما يخاف بيبقى فيه أدرينالين بيتفرز، طبعا هو كلمش هنا على الموضوع ده، يقوم الوش ايه يحمر، بالذات بيبان في البيض. لما تلاقي واحدة بيضة كده وتخاف تلاقيها راح وشها ايه احمر. انا عندي واحدة هنا كده، وكان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانها يخفي كآبة نفسها المنقبضة بشدة خوفها. يعني صورتها الخارجية مش مبينة حاجة، لكن هي ايه يعني زي ما بولس الرسول عمل مقارنة كده وقال ان احنا ايه كأن لا شيء لنا ونحن نغني كل احد. احنا شكلنا تعبان، احنا كحزانة ونحن دائما فرحون. يعني احنا شكلنا من جوه تعبان وبنعاني. يقول كان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانها ولمعانهما يخفي كآبة نفسها المنقبضة بشدة خوفها. هي قالت انها هتبتدي المسيرة دي متكلة على مين؟ على الله. يهودية واستير ما اعتمدوش على جمالهم الجسدي فقط، على الرغم ان دي كانت موهبة ربنا اداها لهم، لكن ربنا بيديهم فوق الجمال الجسدي ايه؟ نعمة. نعمة، انتوا عارفين يعني الواحد كده يحس ان في حاجة غير عادية. فدخلت كل الابواب بابا بابا بينها وبين الملك، تخيلوا بابا بابا. طبعا هنا بيمثل عمل المسيح ان هو حملنا وادخلنا الى الايه
السماويات، هو صعد إلى السماوات، أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. وإحنا في القداس الغرغوري بنقول له أصعدت باكورتي إلى السماء. حتى تمثيلية القيامة اللي إحنا بنعملها بتاع افتحوا أيها الملوك أبوابكم وكلام ده، ده مزمور وأولى بيه يتعمل في الصعود، لأن ده الوقت اللي المسيح صعد أو أنهى إخلاء ذاته وجلس عن يمين أبيه. ثم وقفت قبالة الملك. خلي بالكوا هنا هي لم تدعى، وعشان تاخد المجازفة دي هي رايحة تعمل إيه؟ تموت. هي رايحة تموت، هي ببساطة شديدة ممكن إنها تموت. حيث كان جالسا على عرش ملكه بلباس الملك مزينا بالذهب والجواهر ومنظره رهيب. طبعا الناس اللي بتحب تتأمل كلم في سفر الرؤية وإزاي المنظر الرهيب ده يتشرح. يعني هي اللي على كل اللبس والجمال والاحمرار والحاجات اللي هي عملتها دي كلها، لكن لما وقفت قدام الملك يقول إنه كان جالس على عرشه ملكه بلباس الملك مزينا بالذهب والجواهر ومنظره إيه؟ رهيب. وده الكنيسة وهي بتصعد إلى الآب، الكنيسة وهي بتتقدم للسماء، بتبقى على الرغم من كل الجمال اللي أصبغ عليها، ولكن قدام الملك هي إيه؟ في رهبة وفي إيه؟ مخافة. ودي تخليني أخدها للمستوى الروحي في الصلاة. يعني انت وانت بتصلي واحد يقول لك ده قال لي قول لي يا ابانا واخوه واخ بين اخوه كثيرين والكلام الحلو ده، كل ده صح، ولكن لازم يكون في هذه المخافه. اقول له ان كان لك جمال وبهاء استير، ولكن يا ريت يكون لك قلب ومخافه استير عندما وقفت امام الايه؟ الملك. فلما رفع وجهه ولاح من اتقاد عينيه غضب صدره. يعني هو مش متعود ان حد يخش عليه من غير ما يطلبه، فاول ما رفع وشه كده وشافها ابتدت ايه؟ ابتدى اتقاد، يعني اشتعال عينيه، يعني بقت طق كده ايه؟ شرار. طب هي هتعمل ايه؟ معناها ان هي هتجرى لها ايه؟ سقطت الملكة، وقعت. يعني اتنين شايلينها وهي اول ما شافت عينيه ضربت شرار كده، قالت لك ايه ده، انت اول الهالكين يعني. فابتدت تعمل ايه؟ تقع على الارض. واستحال لون وجهها الى صفرة. الحمار الجميل ده، الصفرة دي تيجي امتى؟ لما يقولك الدم هرب من عروقها، يعني الدم اتسحب، فتلاقيها ايه بيحصل فاز كونستراكشن، يعني تلاقي الشرايين كلها عمالة تنقبض كده، فالدم بيعد بيروح للحتة التانية، فتلاقي وشها بقى ايه؟ اصفر. سقطت ولحنها وجهها بقى، واتكأت رأسها على الجارية استرخاء. يعني خلاص انا ايه؟ انا ميتة. فحول الله روح الملك. بص دي بقى الجمال ده. الملك اول ما شافها عينيه ضربت نار شرار، اول ما شافتهم عرفت انها ايه؟ هالك. فاصفرت وقعت. لكن يقول فحول الله روح الملك. قلب الملك في يد ايه؟ كجداول المياه يحوله كما حيثما ايه شاء. هل انت بتؤمن ان اي حد انت بتقف قدامه او بيحاربك او بيتعبك او حتى زي اللي بيحصل في مصر بيموتك، ان ربنا هو ضابط الكل وكل الناس دي في ايد ربنا؟ لابد ان يكون لنا هذا الايه؟ الايمان. احنا كنيستنا فيها حاجه عجيبه جدا، ان فعلا ان دماء الشهداء هي بذار للكنيسه، بذار للنمو. تلاقي زي ما قال كده في سفر الخروج على شعب اسرائيل، حيثما اذلوهم نموا وامتدوا. حاجة غريبة جدا، الجماعة اللي قبضوا يقتلوهم تلاقيهم يصلوا أكتر ويقعدوا طول الليل يصلوا ويسبحوا ويروحوا الكنائس ويبقوا في قوة. ليه؟ لأن أنا عالم وموقن بمن إيه؟ أمنت. يعني أنا الحقيقة كلمة اللي قالها أمبر رافائيل بيقول إحنا عارفين إحنا رايحين فين، إحنا رايحين فين على السماء، ورايحين على السماء
مش اي حاجه، دول رايحين شهداء بنحطهم. تخيلوا يعني الشهداء بيتحطوا قبل كبار القديسين. يعني اما اجي مثلا حكيت لكم مثلا انبا انطونيوس ده غلبان النساء هنا المذبح، هنا كان مثلا استفانوس والانبا انطونيوس، فاستفانوس شهيد انبا انطونيوس قديس، فيجي استفانوس مين الاول؟ استفانوس، وهكذا. فتلاقي ان دول بياخدوا مرتبه. ليه؟ ليس حب اعظم من هذا ان حد ايه مفيش اكتر من كده. عشان كده القول بتاع ان القبطي بقى مشروع شهيد، يعني كوني انا، عشان في ناس بتتفزلك يقول لك يعني هم الناس دول كانوا سالوهم ولا عملوهم، ما هو واحد رايح الكنيسه عادي وقتلوه. لا يا حبيبي، دلوقتي احنا بقى لنا مده الناس بتتقتل في الكنيسه، يبقى اللي رايح يصلي في الكنيسه هو عارف ان هو ايه، مشروع شهيد. يعني فهو راضي وموافق ان هو يستشهد. فحول الله روح الملك الى الحلم. الحلم يعني بقى ملك ايه، الشرارة اللي ضرب من عينيه ايه، طفي، وابتدى فعلا يتحول الى الحلم. تخيلوا الراجل اللي عينيه ضربت لها شرار دوت وهي وقعت كده، يقول ايه؟ فاسرع ونهض عن العرش مشفقا وضمها بذراعيه حتى ثابت الى نفسها وكان يلطفها بهذا الكلام. ده ايه ده؟ انا على طول كده خدتني لدانيال في جب الاسود. الله ارسل ملاكه وسد افواه الايه، الاسود. يعني انت لما ترشم الصليب كده وتصلي وتطلب من ربنا، تلاقي ربنا لو في وحش في حياتك يقول فحول الله روح الملك الى الحلم، بقى راجل لطيف وبقى راجل هادي. يقول فاسرع ونهض على العرش مشفقا وضمها بذراعيه، يعني مش قال لها خلاص خلاص، ده احنا اوقات يعني كبشر مع بعض، طب خلاص خلاص انا مش هزايق، مش هاذيك، مش هعاقبك. لكن ده قام عن العرش وحضنها، ويقول ايه، حتى وتنتها في حضنه حتى ثابت الى نفسها، يعني رجعت وعي، واضح انها كانت دخلت في كومة، فرجعت لنفسها تاني وكان يلطفها بهذا الكلام. تفرجوا بقى الملك اللي كان بيطق شرار لما ربنا يحول روحه بيقول لها ايه، ما لك يا أستير انا اخوك لا تخافي. اخويا ده من امتى ده اخوكي؟ اه طبعا، ما هنا الكنيسة اللي هي جسد المسيح بيقول ايه، صار اخوة، صار بكرا بين اخوة كثيرين. يعني احنا بنبقى في المسيح اخوة. عجيب قوي ده، ده كرامة ايه دي؟ كرامة كبيرة قوي ان ربنا يقول لك انت ابني، وهنا يقول لها انت ايه، اختي. انك لا تموتين، لانها عارفه، هي هو عارف وهي عارفه، انما الشريعه ليست عليك ولكن على العامه. يا راجل حرام عليك، ده غير القانون عشان خاطر استير. طبعا هي عارفه ان الشريعه بتقول، او الشريعه لو السيستم بتاعهم يعني اللي بتاعهم، ان اللي يخش على الملك بدون اذن مهما كان يموت. فقال لها لا، انت الشريعه دي مش عليك. بمعنى ايه؟ ان حتى لو البشر بيهلكوا من اجل خطاياهم، لكن الذين آمنوا بالمسيح وعاشوا حياة مقدسة لا يموتون. لكن على العامة، هلمي والمسي الصولجان. الله، طب هو مش كلامك بس كفاية؟ لا، الصولجان ده بالنسبة لنا هو ايه؟ هو الصليب، هو الصليب. هلمي والمسي الصولجان، يعني مش بس ان هو لا ما تخافيش، ده لازم تحمل الصليب. واخدين بالكو؟ يعني مش كلام، ده لازم عمل. وإذ لم تزل ساكتة أخذ صولجان الذهب وجعله على عنقها وقبلها وقال لماذا لا تتكلميني، لا تكلميني. يبقى أما يضع الصولجان على عنقها ده اسمه إيه؟ حمل الصليب، صح؟ من أراد أن يكون لي تلميذا يحمل صليب وإيه؟ ويتبعني. يبقى هنا ما اقدرش ان انا اخد الامان كلام، ولكن اخد الامان دوت بايه. وده زي ما حصل مع قسطنطين لما ظهر له الصليب وقال له بهذا ايه، تغلب. وده اللي بيخلينا ان الشيطان ممكن يحاربنا كل انواع الحروب، ولكن بعلامة الصليب
أقول له لينتهرك الرب أيها الشيطان فيذهب عني. عارفين أكتر حرب بتحاربنا اليومين يعني فترة كده؟ حرب الفكر. حرب الفكر إن الواحد تلاقي قاعد صحيح ما بيقولش حاجة بس دماغه عاملة إيه؟ شغال. عشان كده أما تيجي كده ترشم الصليب تقول له إيه؟ باسم يسوع المسيح أجحدك أيها الشيطان، وتحط صليب هنا كمان وصليب هنا كمان، تلاقي الفكر يعمل إيه؟ يبعد عنك، يذهب عنك. ما تحاولش تناقشه، لكن أكد على علامة النصرة. إيه علامة النصرة؟ هي الصليب. فأجابت وقالت إني رأيتك يا سيدي كأنك ملاك. فأجابت وقالت إني رأيتك يا سيدي كأنك ملاك الله، فاضطرب قلبي هيبة من مجدك. يعني ابتدت تكلمه كلام إيه؟ جميل. رأيتك يا سيدي كأنك ملاك الله. واضح ان استير دي كانت من الناس اللي بترى ايه؟ ملائك. فاضطرب قلبي هيبة من مجدك. هل هي بتجامله؟ بتجامله مش كده؟ بس هي كانت شايفاه في مهابة ولا كانت شايفاه مش في مهابة؟ شايفاه في مهابة. فكل واحد بقى هنا عشان حتة المجاملة دي تبقى واضحة، كل واحد بيستخدم اللي هو بيعبر اللي بيعرفه. يعني كل واحد فينا عنده قاموس. فلو عايز اقول لك انت في بهاء وانا بتاع ربنا هقول لك انت زي الملاك. يعني اديكم مثل بنوته جميله صغيره كده، واحد بتاع ربنا هيقول لها انت ايه؟ ملاك. واحد عادي كده هيقول لها انت ايه؟ قمر. واخدين بالكم؟ الاثنين بيعبروا مش كده، لكن كل واحد بيستخدم الوردنج بتاعته هو. فهي بالنسبة لها أكتر بهاء ممكن تتخيله إن هو يكون كملاك الله. فاضطرب قلبي هيبة من مجدك. ودي حقيقة فعلا، إن هي لما شافت المجد اللي هو فيه وشافت الشرار بتاع عينيه والحاجات ديت اضطرب قلبها فعلا. لأنك عجيب جدا يا سيدي، وجهك مملوء نعمة. ده نعمة من ربنا ان هو يدلها هذا الايه؟ هذا الكلام. عايز اقول لكم على حاجة، مفيش انسان يا جماعة كله شر ومفيش انسان كله خير، لكن كل واحد فينا عنده نسبة من ده ومن ده. الشطارة انك تخلي نسبة الخير هي اللي ايه؟ الغلبة، هي المسيطرة عليك.
فأحشاويرش ده على الرغم من أنه شهواني وسراري وكل الحاجات اللي بيعملها ديت، لكن لما وجد في مقابلة مع إنسانة تقول له أنت زي الملاك وعندك نعمة، هي ما كسبتش. عارفين ليه؟ ارجعوا بقى للآية اللي قبلها، فحول إيه؟ يقول كده، أما قلنا فحول الله روح الملك إلى الحلم، يعني ربنا هو يعني الروح القدس هو اللي اشتغل في هذا الملك بحيث انها تقدر تشوفه فعلا كملاك وتشوفه ان هو عنده نعمة. وفيما هي تتكلم سقطت ثانية وكاد يغشى عليها. الأولانية كانت خوف، والتانية كانت مش مصدقة نفسها، لأن هو نزل حضانها وطبطب عليها وقال لها أنت أختي، وهي ابتدت تشوفه بالمنظر ده، فاضطربت إن هي خدت المكانة الكبيرة ديت إيه عنده. فاضطرب الملك وكان جميع أعوانه يلاطفونها. الملك اللي ما فيش حد ليه ما عنده، نلاقيه إنه هو عمل إيه؟ اضطرب، خاف عليها، وده كله من إيه؟ حول روح الله. عشان كده القاعدة هنا اللي إحنا لازم نمشي عليها، إن أي حاجة إحنا بنعملها بقوة الصلاة، بقوة روح ربنا، مش بشطارتنا إحنا. نكمل بقى في الإصحاح الخامس. يعني الآيات اللي احنا قرناها دي كلها هي بتمثل الآية الأولى بس، اللي هي في اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك المقابل مدخل البيت. الـ14 آية اللي قرناهم هناك شرح للآية دي. فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب اللي هو حمل الايه الصليب. معلش انا فتح اتنين فقال لها الملك مالك يا أستير الملكة وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. أنت جاية ليه؟ مفيش بقى أزية هنا، أنا عايز أعرف إيه طلبتك وإلى نصف المملكة أقدر أديك. واضح أن كلمة نصف المملكة ده كان قول كده الملوك بإيه بيقولوه. هيرودس قاله، وده قاله قبل كده، قالوا الهمان، وادي بيقولوا الايه لأستير، وهيقولوا لها تاني. ف واضح ان كانوا بيبقوا عارفين ما حدش هياخد منهم حاجه. ف فهي هنا قدامها فرصه انها تطلب، وهي داخله عشان تقول له احمي شعب اليهود. طب تطلب ولا ما تطلبش؟ لا ما تطلبش، ما تطلبش. الحكمة تقول انها ما تطلبش. تستغربوا مش كده؟ الراجل بيقول لها يا اختي ويقبلها ويحضنها وايه وما تطلبش. يا ريت احنا في العلاقات الاسرية نبقى كده، يعني مش الست تلاقي الراجل رايق تقول له تعالى بقى اعمل واعمل واعمل وهكذا يعني. فأستير ربنا ادها حكمة انها ما تطلبش. والحقيقة هي ما طلبتش مش عشان بس ما تزعلوش، دي ما طلبتش لأسباب كتيرة تانية. اول طلب، اول حاجة، أستير ما طلبتش لان لم نأتي الى ملء الزمن اللي فيه ربنا يحب.